السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لعب كراش بآخر مرحلة، طبعا مرحلة مزعجة لأن النحل يكون بشكل كثير مش نحلة واحدة، وجبنا معانا البردقة عشان نخلص ذا الشوط بسرعة، مع أني خلصته بس ما أخذت الماسة وما كنت مسجل، فقلت نعيد من جديد عشان نفهم الطريقة. فإذا كان شوط صعب سووا نفس هذا الشيء، تاخذون اثنين بوديغارد. هذا البوديغارد هذا ما ينفع كذا طحن او في الحفرة. شت خسارة. ما في مشكلة، هنا المشكلة. لازم يضعفونك يعني. حاول هنا حاول تنتهي او الافن من فوق. Thank you.
أخيرا. فيك تعدي بدون هذه بس هي تجيب عشان تسهل لي، حسبت أن الشوط طويل والمرحلة طويلة، ف مشكلة بقى البوس الحين ما أعرف الله وش ذا البوس بيكون، بس إن شاء الله نهزمه من أول جولة. تعرفون في ذا اللعبة مو بأنها سهلة، لمسة واحدة تموت، فمو بكل شيء هو الألغام اللي في الأرض. Crash, I have discovered that the opposition is being masterminded by Dr. Nitrous Brio, the inventor of the Evolvo Ray. Brio was responsible for our misunderstandings in the past. He forced me to assist him in his plot for world domination, and he's at it again. He will attempt to stand in our way. Be on your guard, Crash. Deliver the crystals to Engine. دكتور انجين جين ايش المهم بنشوف ذا الدكتور شنو مقاتله. دوج كيب يو سيف بات ميكس ات هاردر تو ايم. اها Like Dr. Cortex said, give the 20 crystals you collected to me! شو سوي الحين على الوضع؟ اها اعطينا فرصة
ليش ضغط يا اخي الدائرة؟ شال عبط تحكم مو بزيد. قاعد هناك احسن لي. تتجنب بتكون آمن بس صعب انك تسوي اللي Yeah.
خش يا اخي حاط الدائرة. Come on, come on, come on.
عرفنا نقطة ضعفها. أو عرفنا إيش نسوي عشان هذا قبل ما يطيح المصعد هذا نتحرك. اليوم بنوقف بكرة بنكمل إن شاء الله.